واحد اثنين ثلاثة يلا يا بورو يلا يا مورينو يلا يا مورينو قلبي جيجيش. السلام عليكم وبداية فيديو جديد ضرب نار. طبعا انتوا شايفين المفروض بدأت الفيديو النهارده من غير ما البس افكر شفت في المجره لاني كنت لسه بنظف الباليو عشان خاطر المفروض ناويين ان احنا نملاه على اخره اكبر كميه عصير ممكنه في تاريخ اليوتيوب. زي ما انتوا شايفين هنا المفروض ان انا جايب هنا علبه تانج برتقال وهنا المفروض ان ده سكر المفروض ان دي شاليمات ملونه ودي طبعا المفروض ان هي مسطره عشان تقيس ارتفاع العصير اللي احنا هنعمله. والمفروض ان احنا نعمل تحدي اكتر واحد يقدر يشرب كميه عصير من الباليو. تخيلوا ان ممكن حتى مثلا يقدر يشرب الباليو كله. طبعا ده مستحيل مفيش حد يقدر يشرب الباليو كله او لا ممكن عسكر يقدر يشرب الباليو كله او تصدقوا ممكن عسكر يشرب بنيه كله مش عارف ايه. طبعا المفروض احنا هنكتشفه النهارده في التحدي. التحدي المفروض ان احنا عاملينه على فلوس. هقول لكم كام واقول لكم مين اللي مشارك في التحدي. بس الاول هنملى البانيو عصير الاول على اخره. الباليو كله على اخره عصير مرطقان. دلوقتي المفروض ان احنا هنقيس كام سنتي تقريبا ارتفاع المرطقان. دلوقتي هنزل مثلا كده 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 بالظبط 30 سنتي. المفروض ان انا كنت عايز اجيب مسطره طويله بس كان سعرها غالي فجبت اثنين قصيرين ورحت لحمهم في بعض. دلوقتي المفروض اقول لكم مين اللي معانا جوه التحدي. احمد شور ابي فلنتين ازاي عليكم؟ ابي فلنتين احمد علي حبيب ايه ده؟ عسكر عسكرينو ابي فلنتين يوسف طازازينو شهاب شربينو كلنا في الدنيا. بصوا يا جدعان بكل خلاصه المفروض ان في بانيو وفي عصير. المفروض اطول واحد هيشرب سنتيمترات من البانيو في اسرع وقت ممكن. يعني مثلا لو عسكر شرب نقول مثلا 50 لتر شهاب شرب 50 لتر ده شرب في 3 دقائق ده شرب في 4 دقائق يبقى في 3 دقائق هو اللي كسب اللي هو الوقت الاقل. انا عندي فكره حلوه قدام سيبك نخش احنا اثنين نخش عصير انت كسبت عصير. لا هو اثنين يخشوا مش هنعرف مين اللي شرب انتوا الاثنين مش هتشربوا في نفس الوقت هنعرف ازاي؟ طب اقول لك ايه بس اهم حاجه بس انا ما فيش تحدي الباني ده نضيف الباني قدام مغسول ست مرات عشان احمد شاور ده بيفضل ايه انت فاهم يهري نفسه في الطين وفي الاخر يجي يستحمى في البانيو ويقع طين. لا لا احمد شاور نضيف ما بيلعبش بالطراز يا جماعه اعتبروا الكلام اللي فات ده ما حصلش. احمد شاور من اطهر البانيو انا خالد عبد الشاف احمد شاور من انضف الشباب في شارعنا اصلا مش عارف ده بيستحمى في البانيو يا اسطى بيلعب غسل بالكلور مره بالصابون مره بالميه مره كل حاجه مره مغسول ست خلاص انت هتخش الاول ست مرات. بالمناسبه ده يا جدعان هم اللي هيخشوا التحدي الاول. بصوا يا جدعان بالمناسبه السعيده دي احنا هنعمل ايه؟ مين اللي موافق ان احمد علي يخش اول؟ ده واحد هيشرب كميه عصير على كام عمر؟ مع وقت اقل هيكسب. بص يجري انت ضامن ايه؟ اديك كسبان اديك كسبان احمد شوف بالراحه بالوسط ألف جنيه كل باكو في 10000 جنيه يعني كل واحد من دول فيه 100 وده فيه 100 يا عم نهار ابيض عايز اغير الاسكتور بتاعي رجع على تحديات الفلوس تاني يا جدعان بمبلغ اكبر الفلوس بتاعتي بس طبعا يا جدعان بنسبه 90% عسكر عسكرينو هو الفايز في التحدي. طب بص لا لا يا احلى لسه لا 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 فلوس يلا احنا عسكرينو احنا مش عايزين نتوقع مين اللي هيكسب لان في كفاءات كفاءات انت مش واخد بالك منها. ماشي ما احنا بندي توقعات بس احمد شاور في كفاءات انت مش واخد بالك منها. احمد شاور ولا ايه؟ احمد شاور ولا هيكسب يا جدعان؟ ممكن استاذنك في وسط حاجه؟ ايه؟ ممكن تجيب كوبايه؟ ليه؟ اشرب بيه. لا الشفيشه المهم لا اشرب لا 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 اصلا لا هو التحدي عشان خاطر وانت بتشرب هيبقى المسطره بتقيس عشان وانت بتسحب ماشي وانت يا جدعان والله هنبتدي احمد علي ولا لا لا احمد علي ولا كل ما فعلا احمد علي يا عم 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 ي
سنتي وحته ما بيشربش. فيش زول اصلا انا بشرب. لا والله بيقع مني يا عم والبتاع بيقع. السنتي الاخير يعني انت شلت سنتي بس بتاع كبير يعني. ايوه طب هو ده كده بقول لك يا مش حته. اخر واحده اشرب بس منها. دي لو ساعه كبيره مش تاثر على دي حاجه بقى كده غلط عشان كده المفروض اشرب من جنب المسطره بالظبط. لا يا باو جدع اطلعي ليه يا انت. يلا يا بورو يلا يا مارينو يلا يا مارينو يا مارينو يا مارينو كم سنتي ولا ملي يا انا كان على كام يا جدعان على الشرطه الكبيره لسه دي زي ما هي. لا يا جدعان مش هقدر انا هرسم يا ابني ازاي بقى معلش انا شفت بقى انا شفت كتير الفيديو ده يرجع تاني الفيديو ده يرجع تاني يا اما حصلت غلطه مني في التحكيم يا اما بس في الاول وفي الاخر يا احمد علي كسب احمد علي هو الكسب مكسب مكسور مكسب مجروح كده يا جدعان الفايز احمد علي بنصيب. هو طبعا كله بيقول ان هو كتير بالغش يا بس تعالى بس يا عم كله شايل واحد كله شايل 100 جنيه بس انا برضه يا عم محترم ادي كل واحد 100 جنيه. اه ماشي ربي عايز اخلص ايه؟ 100 جنيه انت كسبت يا ابني 100 جنيه بس انا عادي ولا يا عم اهو يا عم ما تتعليش لا ولا اسكت ما تتعليش يا عم علي يا عم احمد علي لا لا استنى استنى انا عايز اغير 100 جنيه دي غلطه ممكن دي جامعة مقطوعه ماليش فيها هات هات انا عايز هات ماشي كده خدها انت كده انا هحلك والله الفيديو يا عمو ايه الفيديو يا عمو ده حمدوك يا احمد الكودي مجهودي 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 ماشي هروح اغير السكوتر احمد ايه الفيديو عشان هطلع الدرب دلوقتي انا عندي ايه الفيديو عشان اجيب فلوس ايه يا جدعان كده دي نهايه الفيديو النهارده كله جيكس احمد علي بس اللي هيقلب بالفلوس نهايه الفيديو يلا جاهز يا يوسف يلا حبايبي يا جدعان اللي عليه الدور يوسف طازه يلا حبايبي حطينا له المسطره ثابته 3 2 1 يلا يوسف يلا يوسف ايوه ابتدي حرك يلا المايه يلا حرك المايه يلا تنزل مع المسطره يلا يوسف يلا كده ملي يلا يوسف يلا ملي انزل كمان يلا يا يوسف اديله يلا يا عمو 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 يا ع
Don't talk about